هذا مع الأول. لكن كل وفاة في المستشفى اللي يقولون خاوته بني عمه وصحابه وكلش كان عنده سعلة وعنده هذه نديروا له هذاك الآخر داخل النيف تروح يقعد في لامار تجي قال يجي فيها سيركي إيطاش والشرطة تروح معاه ونديروا له. كلمتني على قلت لي من صلاحيات لا سيدي نزيد نأكد لك كثير باللي احنا لجنة علمية كل يوم ولا كل أسبوع احنا نمدوا هاي ليك المعطيات وكلش كاين خلية يعني سيلول في الوزارة الأولى هي اللي حسب المعطيات نتاعنا وحسب معطياتهم هما اللي ما عندنا حتى تدخل أو باش نشوفوا إلى الناس يديروا الكمامات ولا ما يديروش ولا ارتداء الكمامات ولا تبع ما عندنا حتى تدخل. احنا نصم لي كونسيي شركاء نتاع هذه الخلية هذه للوزارة الأولى وهذه من صلاحيات الوزارة الأولى.